عبد الرحمن نازم حان ابراهيم لو سمحت بس كده حرس لو سمحت بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، حضرات السادة القضاة الأجلاء، يطيب للنيابة العامة أن تستهل مرافعتها بكلمات المولى عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. صدق الله العظيم. سيد الرئيس، حضرات القضاة، بسم الله الحق، بسم الحق الذي يحيا في وجدانكم، فحملتم أمانته فوق أعناقكم، والحمد لله الذي ألبسنا رداء الصبر فاحتملنا به المسير إلى ساحته حتى نرفع إليكم صحائف دعوانا. وله الحمد أن ثبتنا على الحق فاحتملنا بالأمس تحقيق وقائعنا. أتينا إليكم وفاء لأمانة حملنا بها، ويقينا بأن لا ملتجأ إلا في محراب عدلكم. أتينا إليكم لنلود بقضاء عادل، لطالما ترددت بكلماته وبأحكامه أصداء الحق بين جدران تلك القاعات، فأشرقت بنور عدلها ليال ظلم طال. فسبحانه خلق الحق والباطل، وكلما خلا من طاعته فهو باطل، مجيب لكل سائل، فليس بينه وبين العباد حال، وكل مخلوق بأعماله يوم الحساب حامل، وكل نعيم لا محالة زاد. حذر الناس من الشيطان، وللشيطان منافذ وحبال، فمن اعتصم بحبله تعالى فذلك الكيس العظيم، ولولا عدله لاستوى القبيل بالقبر. سيد الرئيس، حضرات القضاة، شرف للنيابة العامة أن تمثل المجتمع في محراب عدلك ورحاب قضائك، شرف عظيم أن تحمل تلك الأمانة، تلك الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، تلك الأمانة التي ناءت عن حملها الجبال الرواسي
وكانت لها النيابة العامة على العهد والوعد وإن فقر. شرف لي أن أقف أمام رئاسكم الموقرة ومن خلفي روح، وأن أشير إلى المتهم المادي، وأقول لحضراتكم ألا تأخذكم به شفقة ولا رحمة، فما ارتكبه سمحت ارجع ورا كده شويه. واصل المحكمه وقت؟ لا المحكمه وقت المتهم لا، ما فيش دعوة، انت حضرتك في الموقف دفاعك.